ورجعنا لكم تاني. الرز استوى وهنشوفه دلوقتي مع بعض. علشان تعرفي الرز استوى ازاي، تقدري تاخدي رزاية وتدوسي عليها، اول ما تلاقيها بقت زي ما تكون بتعجن يبقى هي استوت، اول ما تلاقيها بتفصل لثلاث حتت يبقى هي لسه ما استوتش. احنا الرز كده استوى وهبتدي التقديم. هجيب البول، الطبق، البولة، هحط رز في البولة عشان نعمل شكل حلو في التقديم يفتح النفس. هحط كده. طبعا الرز علشان يمسك في البولة لازم تضغطي عليه عشان ياخد الشكل. نبعديه كده. هقلب الرز في الطبق، في نص الطبق. تمام كده. وهجيب الفراخ. تمام، مش سخنة الحمد لله. وهغرف الفراخ. ايوه خليني امسك كده. هحط الفراخ حوالين، خليني نعمل المعلقة دي. هقدر استعمل المعلقة دي بما ان ده من ده. هحط الفراخ حوالين الرز بالشكل ده. تمام كده. وادي ثانية واحدة بس اكمله. ادي طبقنا، لسه هنعمل له اخر حاجه في الديكوريشن. حط له حته اخضر علشان يدي له شكل. شيل كل حاجه، شيل كل حاجه حواليه. وادي طبقنا للنهارده، فراخ بصوص الزبده ورز معمول بالزبده وأكل هنيه.